الاتحاد الاسيوي اليوم في خبر بالعربي بالانجليزي موجود، الاتحاد الاسيوي يبرئ المنسق المحلي من عقوبات النصر، والاتحاد الاسيوي يبرئ المنسق المحلي من عقوبات النصر والشباب، اشاره الى ما نشر في الصحف المحليه حول عقوبات الاتحاد الاسيوي بحق نادي النصر والشباب، وذلك لتاخرهم في تسليم الشريط الخاص بمباراه الاتحاد الاسيوي. وعليه تردد وعلى لسان مسؤولي الناديين ان السبب في فرض العقوبه هو تاخر المنسق المحلي للمباراه في تسليم شريط المباراه للاتحاد الاسيوي. وعليه نحيطكم علما بان لائحه الاتحاد الاسيوي الماده 50 الفقره الف تنص على ان المسؤول عن تسليم الشريط هو النادي المستضيف، ولا علاقه المنسق المحلي في ذلك، مع العلم أن اللائحة وزعت على الأندية قبل بداية البطولة، ومن المفترض حضور وفد من النادي لورشة العمل التي أقيمت قبل البطولة والتي تم خلالها شرح اللائحة بشكل واضح، وقد تم إرفاق نسخة من المادة 50 التي تنص على الفقرة المذكورة. هذا فيما يخص الاتحاد الآسيوي، حبينا نشير للخبر. لشوف هو اللائحة تقول إنه النادي يعني مطالب بتسليم CDN للمراقب المباراة وللمنسق المحلي، حتى أن المنسق أيضا يسلمه إلى مراقب المباراة. لكن الإشكالية إنه يفترض إنه النادي المشارك يكون له دور في اختيار المنسق المحلي، في حين إن الموجود لدينا الاتحاد السعودي لكرة القدم هو من سمى المنسقين المحليين للأندية. بدون ما يخرج مثلا، يعني بمعنى انه مثلا الاستاذ سامي النعيمه في المنسق المحلي للهلال تم تسميته من قبل الاتحاد السعودي لكره القدم دون الرجوع للنادي، دون الرجوع، يعني ما كان عندنا علم نهائيا، مع كامل الاحترام والتقدير، وبالعكس كان هو من انجح الصحفيين اللي يقوم بدورهم على بشكل جيد. ولو كان الهلال مثلا طلب منه ترشيح اذا رشح وسام النعيمه، لكن اقول لك ان الاليه اللي اتخذت حق الاختيار هو الاليه اللي تم اتباعها لم تكن، فيفترض انه يكون يختار المنسق اللي قريب من النادي، يستطيع ان يتواصل مع النادي حتى يقوم صح. بالدور بشكل دقيق. اداره الشباب وتسليم السيدي وتسليم الامور كان لها بيان من يومين انه تبرئ نفسه اليوم، الاتحاد الاسيوي يرد ب ما رد وقرانه قبل قليل. ايضا فيما يخص نادي الشباب، نفت اداره الكره بنادي الشباب ما تداولته بعض الصحف والمواقع الالكترونيه عن مفاوضه الاداره المدرب الفرنسي، مؤكده في الوقت نفسه ان الاداره لم تفاوض المدرب ولا ترغب في مفاوضته. ليش تتوقع ابو صهيب طلع مثل هذا الخبر عن المدرب الشبابي؟ يعني في فتره حساسه، الفريق مقبل على الكاس الابطال، مقبل على دور 16 في البطوله الاسيويه، يبحث عن ضمان مقعد في البطوله الاسيويه، لمصلحة من هذا الخبر؟ شوف الحالة تختلف، يعني ممكن لفريق في مثل هذه الظروف قد يكون هذا توقيت مناسب أن يفاوض مدرب وأن يحضر المدرب ويتابع الفريق ليكون مدربه في الموسم القادم. حصلت أكثر من مرة، زنقة على سبيل المثال مع النصر قبل موسمين، هذا الآن الأخبار التي تتردد عن تعاقد النادي الأهلي مع المدرب باتريسكو، ظروف الفريق تسمح، لكن أعتقد أنه فريق مثل الشباب لا يزال في قلب المنافسة، لا يزال يخوض مباريات قوية وبطولات مهمة، وهو قادر على أن يذهب بعيدا، ولديه مدرب رسمي وليس مدرب مؤقت. أعتقد أنه يعني ليس من الممكن في الواقع أن تغامر الإدارة الشبابية صحيح. وتفاوض مدرب، ربما تضع اعتبارات كثيرة، تضع ملفات، ولكن أن تغامر وتفاوض مدرب حتى يظهر فعلا على السطح أنه هذا المدرب القادم، أعتقد أن ذلك سيترك أثر سلبي على الفريق وعلى اللاعبين، وبالتالي قد يكون الخبر هو اجتهاد يعني ليس أكثر. طيب قبل ما نروح للفاصل بس أقول شيء، اليوم كان في بعض المصادر لنا في الاتحاد السعودي لكرة القدم ذكرت لنا أن الدكتور حافظ المدلج والأستاذ محمد النويصر والأستاذ فيصل عبد الهادي وبمتابع من منه وبن فيصل يجرون العديد والعديد والعديد من الاتصالات مع الاتحاد الآسيوي حول ما حدث من الأندية الإيرانية، وأنه حريصين جدا على تصعيد الموقف بكل الطرق، والاتصالات لا زالت مستمرة مع أطراف الاتحاد الآسيوي. هناك عقوبات سوف تصدر بحسب أيضا مصادرنا في قبل مباراة النصر ودب أهان، لكن لن يكون يعني بنسبة 60 إلى 70% لن يكون من ضمنها نقل المباراة، قد تكون المباراة بدون جماهير، هذا في أحسن الظروف أو في أحسن الأحوال. فصل قصير.